اغتصبني الأب ميكيلوني وعمري ما بين 5 و11 عاما. لأنه مصاب بصمم جزئي أدخل جوسيبي كونسيليو للدراسة في المعهد الكاثوليكي بروفولو في مدينة فيرونا. هذه كانت مدرستي. الراهبات كنا يأتين بنا مع رفاقي إلى هذه الكنيسة. بعدها كان يجب أن نرى الرهبان في هذه الكنيسة. هنا توجد غرفة صغيرة حيث كان يجب على كل واحد منا أن يدخل. هذه المدرسة الداخلية استقبلت أطفالاً صماً وبكماً ينحدرون من عائلات فقيرة لعدة عقود. منذ سنة 2009 تجمع 67 تلميذاً سابقاً في المعهد في جمعية للضحايا، هدفهم أن يعترف الفاتيكان بالاعتداءات المتكررة والمنظمة على نطاق واسع ما بين سنوات الخمسينيات والثمانينيات، من بينهم أليساندرو فانتيني. الصورة الوردية ليومه الأول في المدرسة الداخلية تحولت بسرعة إلى كابوس حين أجبره أحد الرهبان على النوم إلى جانبه واعتدى عليه جنسيا. كان هذا يؤلمني، كنت أصرخ أنقذوني، أنا أتألم أتألم، لكن لا أحد سمعني. الآخرون جميعهم كانوا صما كل يوم، وكان يضربني أيضا. هل هذا عادي؟ لماذا؟ البنات هن الأخريات لم يسلمن من الاغتصاب. الراهبات كن يجبرننا على الدخول إلى غرفة الاعتراف، وكان الرهبان يتلمسوننا الواحدة والأخرى، ولم نكن نستطيع الهروب. معهد البروفولو كان مثل السجن، كنت أختنق. ذكريات خانقة يحاول الضحايا التخفيف من وطأتها بهذه التماثيل التي يصنعون. وعلى هذه الصور وجوه من اعتدوا عليهم. إنها الراهبة بورينا، لقد اغتصبتني ما بين عمر 7 و14 من عمري. لقد اغتصبني أيضا 9 رهبان. من بين رهبان المعتدين القسو إليتشو بيكولي، اليوم عمره 90 سنة ويعيش في مأوى للعجزة. بعد كل هذه السنين لا يراوده الندم. بالنسبة إليه ما اقترفه ليس جريمة بل عادة سيئة. كانت علاقة جنسية؟ نعم، كنت أمارس الجنس عليهم. كانت عادة سيئة مثل التدخين، كانت ضرورية للترويح عن النفس. ثم إنه بعد القيام بالاعتراف أمام قس يجب علينا نسيانها. رهبان من بروفولو كانوا يرحلون إلى معاهد تابعة للكنيسة في بلدان أخرى، كحال هذا القس واسمه كورادي الذي أرسل إلى الأرجنتين في 70s، بينما كان البابا فرانسيس حينها أسقفا لكنيسة بوينس آيرس. في ديسمبر كانون الأول الماضي اعتقلت الشرطة الأرجنتينية الراهب كورادي برفقة 4 رجال دين، وهم راهبان ومساعداهما، ووجهت لهم تهم الاعتداء الجنسي على قاصرين. بالنسبة إلى الضحايا الإيطاليين الأمر محير، فقد أعلموا البابا فرانسيس 3 سنوات من قبل بالخطر الذي يمثله القس ومحيطه، وأحيانا سلموه رسائلهم مباشرة، لكن رسائلهم ظلت دون جواب.